بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم في فيديو جديد النهارده، يا رب يكون كده في ميزان حسناتي ان شاء الله. جايلكم نعمل المعقم بتاع الكلور، اللي هو نمسح بيه كل حاجه في البيت، حاجه امنه جدا جدا جدا. وزاره الصحه مصرحه بيه وكله بيقول عليه. معايا هنا حل اهي، هحط فيها وبعدين هعبيه في الازازه دي. معايا ازازه فاضيه، حط فيها الخليط بعد ما يخلص. انا حاطه الازازه بتاعه الكلور في الحله علشان انا اكتشفت ان هي بتخر اهي. ف حطيتها كده. انا كده كده هحط الخلطه هنا. معايا قمح ومعايا ملح، مش اكتر من كده، وهنعوز ميه. يبقى الثلاث مكونات هيعملوا المعقم. الميه معايا اهي ومعايا الملح. هبدأ بقى ان شاء الله كده، اخد افتح الكلور. معايا كوباية عاير بيها، طبعا قلنا بقيمة 1 لـ10، يعني كده ده كلور هحطه هنا. هبدأ بقى اجيب 10 من دي. 1 الثانية، 2 3 4 5 كده، 5 6 7 هما بيقولوا يا جماعة ان هو من 1 لـ10 او من 1 لـ8، زي ما انت عايزة بقى، يعني بيقول لك كده صح وكده صح. هي كده الحلة خدت 8. هبدأ بقى احط ملح، احط 5 معالق من الصغنطوطة اللي خالص دي. 2 3 4 5. نجيب بقى، عايزين حاجة وندوبها كده. خلاص اهو ندوب الملح وكده المطهر ايه، خلاص كده جهز. نحطه في بخاخة بقى، انا هحطه في الازازة الكبيرة دي، واخد منه بقى ايه، انقص منه بخاخة صغيرة كده اول باول، علشان بص بقى النيش كله، كل العفش بتاعك، الاوكر، الحاجات دي مش بنبخ كمية كبيرة ان هي تبوظ. يعني انت ممكن تبلي فوطة والفوطة بس تمسح. انا عملت لكم الفيديو بتاع الثلاجة، زي ما عقمت الثلاجة في الاخر كده، الفوطه بس مبلوله، وبنمشي على الحاجات دي كلها، الاوكر بتاع الحنفيات، الخلاطات بتاع الحمام، الحته بتاع السيفون اللي بنشدها، الحنفيه بتاع التشطيف، اي حاجه ايدينا بتيجي عليها كل شويه. وكده خلاص اهو. هبدا بقى ان انا ايه، احط القمع كده اهو، واخد بقى بالكوبايه، هبعد بقى الملح كده اهو. نعبي كده. بصوا بقى دي هتقضيكوا كمية وقت كبير قوي. طبعا بنعمل كده برضو في الجردل بتاع الشرشوبة اللي هي المساحة، نفس الكميات كده. انت بتقللي بقى زي ما انت عايزة، يعني ممكن تاخدي نص كوباية كلور على نص كوباية المية دي كده، يعني نص كمية المية. المهم ان انت النسبة بتاعتك المية قصاد الكلور تبقى مظبوطة، وتمسحي بيها الارضيه بقى وكل حاجه اهو. هي كده اهو، بسم الله ما شاء الله. شوفي بقى عما تخلصي انت بقى الكميه دي كلها، مسح بس اوكر وحاجات من دي، وباقي كمان اهو، يعني كميه كبيره ما شاء الله.
هتمسحي بيها بقى كل حاجة. انا خليت الرخام خالص اهو يا جماعة اهو. هبدأ بقى احط، انا جبت شوية اهو منه، هحط على الاسفنجة دي اشربها خالص كده اهي، وابدأ بقى ايه اعمل كده، واجيب حاجة ناشفة بقى اهو في كل الاماكن كده اهو كده. الاحراف اللي فوق دي اي حته بنحط ايدينا عليها اهو. جبت بقى منديل، طبقته كام تطبيقه كده، منديل بقى نضيف اهو، بصوا كده بقى نظافه تضمنه ان اي حاجه هتحطيها عليها تبقى نظيفه قوي اهو. كل حاجه كل حاجه، حتى الكتل هنمسك الكتر برضو ونمسحه، بس انا هعمله بقى بعدين اهو. هبدأ برضو اجيب كل حاجة بتتحط عليها وامسحها اهو بالمنديل بقى اللي هو مسحنا، نمسح كل حاجة. طبعا انا همسحها بقى يعني ايه اوت كاميرا كويس، بس انا بوريكو بس الطريقة. هعمل كده بقى كل حاجة هرصها يا حبيبي. شفتوا كل حاجة لمعت ازاي؟ ما شاء الله نضفت ولمعت. اتأكدتي بيتك كله نضف اهو ما شاء الله. بالطريقة دي كده انا وريتكم مثال اهو بالطريقة دي. انا برضو هاجي في يوم واعمل معاكم برضو روتين كده، نمسح وننضف كل حاجة. بس شوف كل حاجة ما نضفت كده بقت جميلة اهي، والخلطة اهي معايا اهي ما شاء الله. تعقيم ونظافة. يا ريت بس لو ايدك هتبقى في الحكاية دي كتير. جيب لكم بس كده يبقى في جوانتي او اي حاجة علشان الكلور بينشف الايد. كنت عاوزة اجيب لكم جوانتي، الكلور بينشف الايدين شوية، فحاولي بقى ان انت تلبسي جوانتي لو اليوم كامل او كده، يعني حاجة بسيطة زي اللي انا عملتها مش فارقة كتير. يا ريت تقولولي بس رأيكم ايه في المطهر والمعقم ده، واسمع بس رأيكم في التعليقات. وما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامة، وربنا يا رب كده يحفظ ولادنا وولاد المسلمين اجمعين، وكل المسلمين يا رب، ويعدي الفترة دي على خير يا رب يا رب كده. دعواتكم للبلاد كلها وبلاد المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين. فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة.